الكاريكاتير في المقالات في التحقيقات، لما رحت اتمرن اتفتح الباب من غير اي وسائط، لان القائمين على اللجان في هذه الفتره اللي هو كان الاستاذ حسن فؤاد الله يرحمه، الاستاذنا الاستاذ لويس جريس ربنا يديله الصحه، استاذ رؤوف توفيق ربنا يديله الصحه، كل المجموعه اللي كانت بتشرف وبتقود العمل داخل المجله ما كانش عندهم فكره ست بقى ولا راجل، بالعكس هم كانوا اي حد يلاقوا فيه بذره موهبه او قدره كانوا يعرفوا، وكانوا شديد التحيز فعلا، لو واحده وصحفيه وشاطره هم وراها وهم بيدوها الفرصه، ده اللي بيفرق. قد لا يكون حتى في هذه الاثناء، مش هقول سنه كام، كانت في صحف تانية الموقف فيها مختلف تماما، كان صحفيات محصورين في الابواب النسائيه فقط مش في اي مكان مجال تاني، وان ده المجال الوحيد واحده تدخل جريده ولا مجله تبقى تشتغل في الجزء الخاص بالمراه او التحقيقات الخاصه بالمراه فقط. خارج ده طبعا ناهيك انها تكتب سياسه او انها تكتب تحقيقات اقتصاديه او اجتماعيه مثلا بتواجه مشاكل موجوده في المجتمع، ده كله ما كانش وارد اصلا يعني. عشان كده بقول ان مساله تطور الفكر عند المجتمع وبالتالي عند القيادات اللي موجوده في الصحف هو اساس فرصه الصحفيه ومدى التحدي اللي بتشوفه. صحيح ان حتى في افضل الاماكن بيبقى في نوع من التحرش، التحرش مش بالضروره تحرش فعلي على فكره، انما حتى زي ما استاذتنا فريده قالت ممكن تكتب فيقولوا مين كتب لها، ممكن تعمل شغل متميز جدا فيقولوا اصل بيساعدوها عشان حلوه، يعني دي سكة كانت معروفة جدا في الصحافة، لكن فرق ايه؟ فرق ان استمرارية الناس وقدرتها على انها تقدم شغل واصرارها على انها تتطور كصحفية، وانها تقدم نفسها من خلال شغلها مش من خلال اي حاجة تانية. انا اشتغلت في صباح الخير مؤسسة روزا يوسف سنين طويلة، اشتغلت بعد كده في الاي ار تي كمستشار للاعداد، واشتغلت في البديل، كنت احد مؤسسي البديل، وفي البديل كانت الفرصه رجعت تاني ان يبقى في فكره ان احنا يعني يبقى في مجال مفتوح وتقدمي وافكار مختلفه حتى في هذه الاثناء، بحيث انها تستوعب الصحفيات وتستوعب الصحفيين اللي عندهم نوع من القدره او الكفاح، زي ما استخدام كلمه الكفاح، انهم يكافحوا مش بس سياسيا وايضا اجتماعيا ضد النظره اللي موجوده في المجتمع. بعد كده انتقلت من روزا يوسف ل